عشرات الوفيات والمفقودين في صفوف الحجاجية التونسيين وسط تزايد الدعوات إلى محاسبة المسؤولين. إليكم التفاصيل. انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية العديد من المعطيات والأخبار المتعلقة بوضعية الحجاجية التونسيين في البقاع المقدسة، والتي تؤكد تسجيل عدد كبير من الوفيات والضياع في صفوفهم. وأعلن بداية بشكل غير رسمي عن وفاة وضياع العشرات من الحجاجية التونسيين الذين قصدوا المملكة العربية السعودية خارج البعثة التونسية الرسمية، قبل تأكيد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها أن عدد الحجاجية التونسيين المتوفين بلغ إلى حدود يوم أمس 35 حالة وفاة، منهم 5 حجاج من القادمين عن طريق القرعة، و30 من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة عبر وكالات الأسفار. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان وصف عبد الكبير أكد من جهته في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أن عدد المتوفين من الحجاجية التونسيين أكثر من الرقم المعلن عنه رسمياً، وأضاف أن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى أكثر من ذلك بكثير وفق تعبيره. في المقابل فإن الدعوات تتزايد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الفجعة قانونياً.